خلي خلي هيك طول هيك امسك بالله اقول لك اطلع عنه خلاص هاني هز كثير لا ما يهز واذا مسكته بدي يهز يا ابو عامر هذا صعب يا زلمه الطريق هاي لا اطيحه لا تتهور يا رجل لا اطيحه اطيحه لا يا عمي شو عمي بدنا ننقل قصيب للاستراحه شو بدنا نعمل يا عمي هاي نزل هاي تخوف يا ابو عامر انت ابو عامر تغامر كثير لا يعني. تنزل تنزل ايه اه الطياره تنزل ما عليك اخي ما يزبط الحكي كيف شوف عم الحديد الان بس هناك قدام الخطوره قدام والله خطر يا ابو عامر انت يعني امبارح نويت ما تقلب كل يوم بدك تسوي لنا قصه يا رجل لا حول ولا قوه الا كيف هاي الطريق شفت من هناك للجهه هذه ابي يا زلمه والله صعبه يا زلمه عشان الله ما شاء الله صارت تكرفت على الوادي لا لا ما تكرفت ان شاء الله كل ان شاء الله ان شاء الله بس مو الواحد بده يدير باله شايف الخطوره هان لي 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 عامل لحظة لا 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 تحول خليك يا ساتر يا ساتر يا ابو عامر لما دير بالك يا رجل لا اله الا الله نزول صعب يا زلمة يا ستار هاي طحش هيك هاي اخر شيء والله صعبة هاي يا رجل اخوك اخوك سايق ذيب 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 ما شاء الله اخوك اخوك حشامة حشامة ابو عامر اخوك سايق